وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ علي عبد رؤوف الإدريسي الخبير الاقتصادي. دكتور علي، يعني مؤتمر دافوس الاقتصادي ونخبة كبيرة من القادة والسياسيين يبحثون كافة المشكلات الاقتصادية. بطبع الأزمة الحالية من مشاكل التضخم والموجة التي تجتاح العالم في أعقاب أزمة روسية أوكرانية ستحتل الصدارة، لكن ماذا سيفعل القادة في مثل هذا التحدي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أكيد الأزمة الحالية فاضت على الاقتصاد العالمي عديد من التحديات والأعباء الضخمة جدا، وكمان جاية بتوقيت لسه بشكل كبير الاقتصاد العالمي لم يتعافى بشكل كامل من قرار جائحة كورونا، وبالتالي هناك مزيد من الأعباء الحقيقية اللي بقت موجودة، واللي يمكن القادة العالم دلوقتي في الوقت الراهن بيحاولوا ان يحصل نوع من انواع التكامل للوصول لحلول مشتركه، العمل على جهود مرتبطه بتخفيض لتكاليف الحصول على الطاقه وتكاليف الحصول على الغذاء، علاج كثير من التحديات اللي بقت موجوده على مستوى العالم مرتبطه بارتفاع مستويات الفقر والجوع، الامن الغذائي اللي اصبح يعني يحصل نوع من انواع التراجع في هذا المؤشر في عديد من الدول، مع توقعات كمان بمزيد من التراجع خلال الفتره القادمه، حاله من حالات الضبابيه وعدم اليقين لدى المستثمرين ولدى المراكز الماليه، وده اللي بيأثر على الاستثمارات الاجنبيه المباشره عالميا. فبالتالي فكره الوصول الى حلول مرتبطه بجذب الاستثمارات والعمل على تسريع النمو بالنسبه لمعدات النمو الاقتصادي عالميا، العمل على التكاتف لتقديم مساعدات لبعض الدول وبالاخص اللي تاثرت بشكل واضح بارتفاع مستويات الجوع لديها، هي كلها اكيد قضايا موجوده بجانب قضايا قديمه وما زال يتم بحث حلول ليها زي قضيه تغير المناخ اللي اكيد بتؤثر على العالم كله. نعم، مصر تأخذ على عاتقها قضية التغير المناخي، خاصة فيما يتعلق بالسلبيات التي تطال القارة الإفريقية ودول العالم النامي بشكل عام. ورقة العمل المصرية المقدمة أمام هذا المنتدى العالمي تحدثت عن الاتفاقية الإطارية في الدورة 27 واستضافت مصر لهذه الدورة. في ظل القيود التي تتشابك فيها الأسعار وارتفاع أسعار الوقود، ونتحدث عن الطاقة النظيفة وكيفية إنقاذ كوكب الأرض، برأيك فعالية التطبيق في مثل هذه الظروف الملحة التي نعيشها وكيفية الخروج بالحلول الأمثل في هذا الصدد؟ أعتقد أن القارة الإفريقية للأسف الشديد التحديات الكبيرة جدا السابقة واللي يمكن بتزيد في الوقت الراهن، سواء على مستوى كمان المديونية والمستوى الخاص بمشاكل مرتبطة بالبنية التحتية ومناخ الاستثمار وعديد من المعوقات الكبيرة جدا، محتاجة أكيد للتعاون مع الدول المتقدمة ومجموعة العشرين، مجموعة السبعة، ازاي يبقى في تعاون واضح ومساعدات جادة للقارة الإفريقية. احنا بنشوف القارة الإفريقية يمكن على مستوى السنوات القليلة الماضية قطعت خطوات جادة جدا، مصر كان ليها دور مهم جدا في عديد من الخطوات، سواء منطقة التجارة الحرة الإفريقية اللي دخلت حيز التنفيذ، على مستوى كمان يمكن التعامل مع ملف الفتيات، التعامل في الجزء المطالب بتوفير البنية التحتية، إعادة إحياء عديد من المشروعات الخاصة بالطاقة والطرق، دي كلها يمكن كانت اتفاق إيجابية جدا، لكن أكيد الأزمة الحالية أضافت أعباء جديدة مرتبطه بتكلفه الغذاء على وجه التحديد، ودي يمكن مشكله رئيسيه بتحاول ان القاره الافريقيه تتعاون في القضاء على هذا الامر والعمل على تقليل حدته، لكن كل التحديات دي اكيد بتفرض على العالم كله قبل حتى على افريقيا فكره التكامل للخروج من هذه الازمات والصدمات الاقتصاديه اللي اصبحت متتاليه واصبحت بتؤثر بشكل واضح على كده. أشكرك جزيل الشكر الدكتور علي عبد الرؤوف الإدريسي الخبير الاقتصادي.